السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل اختبار مراجعة على يونت 10 and 11 الواحد 2 العشرة وال11 من كتاب بيت باي بيت ترم تاني 2024. هنحل ثلاث صفحات 246 247 و248. Let's get started. هنبدأ من بيج 246 صفحة 246. أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. I am Ali، أنا علي. I like writing blogs، بحب أكتب المدونات. I am writing a new blog today، اليوم أنا بكتب مدونة جديدة. The blog is about animals، المدونة عن الـ animals habitats، بيئات الحيوانات. Animals الحيوانات need safe place، محتاجة مكان آمن to live عشان تعيش. Find food وتجد الطعام. And look after their babies وتعتني بصغرها. There are lots of different habitats، يوجد الكثير من البيئات المختلفة in Egypt في مصر. Such as مثل the desert، البيئات بقى الصحراوية. Sea البحر والmountain الجبل. And rivers والأنهار، في بيئات في مصر زي البيئات الصحراوية وبيئات البحار والجبال والأنهار. طب أول سؤال بيقول لك علي likes writing، علي بيحب يكتب إيه؟ بيكتب مدونات البلوجز. The blog المدونة is about habitats، المدونة النهاردة عن إيه؟ عن الـ animals habitats، يعني بيئات أو مواطن الحيوانات. Animals الحيوانات need، محتاجة place to live، محتاجة مكان آمن للعيش فيه. طيب آمن يعني safe. We should try، ينبغي أن نحاول to animals habitats، نحاول أن نحمي بيئات الحيوانات. طيب عندنا هنا يحمي يعني protect، protect يحمي. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Migrating birds، الطيور المهاجرة. Fly very distances، يعني بتطير لمسافات طويلة جدا. طيب يبقى long distances، مسافات طويلة. ماهر always، ماهر دائما. In the school activities، يشارك في الأنشطة المدرسية. طب يشارك يعني take part وإن مكتوبة، يشارك في take part in. To means to give something away to help a person or organization، يعني حاجة معناها إن أنت إعطاء شيء ما لمساعدة شخص أو منظمة. في الحالة دي يبقى أنت إيه؟ volunteer بتتطوع، ولا support بتدعم، ولا donate بتتبرع، ولا participate بتشارك. طب ان انت تدي حد شيء سواء شخص او جمعية يبقى انت كده بتتبرع. يتبرع يعني donate. Socialize يعني ان تتواصل اجتماعيا. Means معناها spending time، ان انت تقضي وقت with people، مع الناس. In a or any way، بطريقة ودودة. Friendly way. Read and complete، اقرأ واكمل. هنكمل الفقرة باستخدام charities، جمعيات خيرية. Socialize يعني يتواصل اجتماعيا أو يختلط بالناس. Confidence الثقة. Teenagers مراهقين. وAdvice نصيحة. طبعا لما جينا السؤال دوت أنا بقرأ الفقرة قبل ما أحل أي حاجة مرتين على الأقل، وحاول أترجم الكلمات اللي في أعلى السؤال وبعد كده حل. طيب You learn many important life skills when you volunteer، يعني أنت تتعلم الكثير من المهارات الحياتية عندما تتطوع. You learn، انت بتتعلم how to A and talk to people، بتتعلم ازاي تبقى يعني تتواصل اجتماعيا وتتحدث مع الناس. You wouldn't usually meet، اللي انت عادة مش بتقابلهم. طب عايزين كلمة بقى ايه؟ يتواصل اجتماعيا، اللي هي ايه؟ socialize. Volunteering التطوع also ايضا gives you، بيمنحك الثقة confidence. It's amazing to see how، يعني من المدهش ان انت ترى grow in confidence، ترى المراهقين بينمو وينشأوا على الثقة. مراهقين يعني teenagers. When they start volunteering، لما يبدأوا في العمل التطوعي. Fundraising جمع التبرعات. Helps بتساعد مين؟ get the money في الحصول على المال، زي نيد المحتاجين. وطبعا بتساعد الايه؟ charities الجمعيات الخيرية. يبقى أول حاجة socialize، التانية confidence، التالتة teenagers، والرابعة charities. يبقى advice دي زيادة. الصفحة اللي قدامها 247 247. read the following and answer the questions، اقرأ الآتي وثم أجب عن الأسئلة. عندي فقرة وعليها أسئلة.
Egypt is home to some of the most incredible historical sites in the world. يعني تعد مصر موطنا لبعض المواقع التاريخية الأكثر روعة في العالم. Like مثل the pyramids الأهرامات of Giza بتاعت الجيزة and the Sphinx وأبو الهول. You can stand in the same place. أنت ممكن تقف في نفس المكان where Pharaohs حيث الفراعنة once walked في يوم من الأيام كانوا ماشيين فيه and imagine وتتخيل the secrets الأسرار of these ancient monuments وتتخيل الأسرار بتاعت طبعا الإيه الآثار القديمة دي. You can also يمكنك أيضا explore إن أنت تستكشف the hieroglyphics اللغة الهيروغليفية on the temple walls على حوائط المعابد and don't forget ولا تنسى to take a selfie with a mummy وما تنساش تاخد صورة سيلفي مع مومياء. Don't worry ما تقلقش they are safely guarded in museums يعني هما بيحفظوا يتم حفظهم بأمان في المتاحف. But Egypt لكن مصر isn't just about a past لكن مصر مش فيها بس حاجات عن الماضي بس. It's also إنها أيضا a land art of culture أرض الثقافة and friendly people والناس الودودين. طبعا it's هنا عايدة على Egypt على مصر. طيب مصر أرض الثقافة والناس الودودة. You can wander ممكن تتجول through markets عبر الأسواق buy souvenirs تشتري هدايا تذكارية eat the traditional food وتاكل طعام تقليدي زي الكشري and drink fresh sugar cane وممكن تشرب عصير القصب الطازج juice in the morning في الصباح you can ride a camel ممكن تركب جمل in the Sahara desert في الصحراء الكبرى in the evening وفي المساء you can take a boat ride ممكن تركب مركب down the Nile river في نهر النيل or enjoy أو تستمتع a delicious local meal بوجبة شعبية لذيذة أو محلية لذيذة under the stars تحت النجوم. So لذلك are you ready for an unforgettable adventure هو أنت جاهز لي يعني مغامرة لا تنسى. Back your bags يعني حضر شنطك grab your hat ويعني جيب أو انتزع القبعة بتاعتك and get ready واستعد to discover عشان تكتشف the magic of Egypt السحر بتاع مصر. طبعا دي أكنها فقرة كده دعائية لزيارة مصر. طيب تحل الأسئلة بقى اللي عليها. أول حاجة بيقولك the famous places الأماكن المشهورة can you visit in Egypt اللي ممكن تزورها في مصر إيه. طبعا عندنا هنا the pyramids of Giza أهرامات الجيزة and the Sphinx وأبو الهول عشان الباقي ده مش موجود في مصر يعني the Eiffel Tower برج إيفل في باريس Big Ben ساعة Big Ben في لندن the Great Wall of China سور الصين العظيم ده في الصين مفيش حاجة في إيه في مصر إلا الأهرامات واللي هي بتاعت الجيزة وأبو الهول الباقي مش في مصر. طب in the morning في الصباح you can in the Sahara desert انت ممكن تعمل ايه في الصحراء الكبرى زي ما هو قالك ممكن تركب جمل ride a camel. Egypt's traditional food is طب ايه اللي في دور طعام تقليدي مصري سوشي لا السوشي ده اكل صيني البيتزا لا ايطالي الفيش السمك لا ده كل الناس بياكلوه مش شرط اكله شعبيه مصريه يعني او تقليديه لا الكشري طبعا من الاكلات المصريه التقليديه. Number four, what can you do in the evening in Egypt? انت ممكن تعمل ايه مساء في مصر؟ طب تعال نشوف الفقرة. In the evening في المساء you can take a boat ride ممكن تاخد جولة بالقارب يعني down the Nile River في نهر النيل or enjoy أو تستمتع a delicious local meal بوجبة محلية لذيذة under the stars تحت النجوم يبقى دي إجابة number four. What does the underlined word it refers to? It's دي بتشير لإيه؟ زي ما احنا شايفين هنا قلنا it's بتشير لإيجيبت بتشير لمصر. It refers to Egypt يبقى دي number 5 إجابة السؤال الخامس. آخر بيج معانا النهاردة 248 صفحة 248 Put the words ضع الكلمات in the correct order في الترتيب الصحيح to make sentences عشان تكون جمل. طيب هنا بيقولك bird the worm the early catches يعني الطائر المبكر يصطاد الدودة. نقول هنا the early bird catches the worm الطائر المبكر يصطاد الدودة وبرضك ممكن المجمل بتاعه معناه البركة في البكور.
طيب birds many to migrate and from Egypt، يعني عايزين نقول تهاجر الكثير من الطيور إلى ومن مصر. many birds migrate to and from Egypt. تهاجر الكثير من الطيور يعني إلى ومن مصر. طب Egypt نكتبها حلوة كده عشان اوكي. طيب don't we are project a wild school، يعني عايزين نقول نحن نقوم بعمل مشروع مدرسي للحياة البرية. we are doing a wild school project. نحن نقوم بعمل مشروع مدرسي للحياة البرية أو عن الحياة البرية. هنا بس احنا نسينا كلمة life، ماشي، wild life حياة برية. we are doing a wild life school project، نحن نقوم بعمل مشروع مدرسي للحياة البرية. complete the sentences with the correct form، سؤال correct سؤال تصحيح. you mustn't respect nature، يعني يجب عليك عدم احترام الطبيعة. لا، يجب احترام الطبيعة طبعا، يبقى نقول you must، يجب عليك أن. طب she uses a pen، هي بتستخدم قلم to write the homework، عشان تكتب الواجب. بعد طبعا to بيجي الفعل في المصدر فشيل الإضافة، يبقى to write لكي تكتب. she uses a pen to write the homework. punctuate the following، ده علامات الترقيم للآتي. the older brother was jealous، يعني الولد الكبير كان غيور أو حسود. هنكتب بقى الجملة the older، طبعا اول حرف هنا كابيتال، brother was jealous، الولد الكبير كان غيور وحسود. number 8 write a paragraph، اكتب فقرة انشائية of 50 words من 90 كلمة عن helping the community، مساعدة المجتمع. وهنا تيك بارت، دي كلمات دي ممكن نخليها نكون جمل. تيك بارت يعني يشارك، ودي فولنتير يتطوع. لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافه في البدايه وببدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بحط فول ستوب والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. I like helping the community، انا بحب اساعد المجتمع. So لذلك I take part in، انا بشارك some community projects في بعض المشروعات الاجتماعية او المجتمعية. last week الاسبوع الماضي my friends and me، انا واصدقائي volunteered، تطوعنا in a charity في جمعية خيرية to help old people، لمساعدة كبار السن. we help old people، احنا بنساعد الناس الكبار. and go shopping for them، وبنقوم بأعمال التسوق لهم. we also، نحن ايضا learn them، بنعلمهم how to read and write، ازاي يقروا ويكتبوا. we enjoy with old people، احنا بنستمتع مع كبار السن دول. they are very kind، هم عاطفين جدا. it is important، من المهم to help people، مساعدة الناس. وبكده نكون انتهينا من سيشن النهاردة. انتظروني ان شاء الله في حل الاكتيفيتيز بتاعت المراجعة النهائية اللي في نهاية الكتاب بيت باي بيت. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.